عندنا حقيقة لقاءات كبيرة جدا في الفترة الجاية. احنا بنخطط للنشاط الدولي بشكل كبير جدا جنب النشاط المحلي. يعني احنا البنات بتوعنا السنة اللي فاتت السنة دي اللي هي لعبت فيه معاهم ميار بقوا في المجموعة العالمية الأولى، والولاد بيلعبوا لأول مرة في تاريخ مصر كاس ديفيس كاب في شهر سبتمبر إن شاء الله في نادي الجزيرة، في سنتر كورت في نادي الجزيرة مع فريق المجر. أول مرة المجموعة العالمية الأولى بيلعب اتنين لعيبة توب 100 منهم امبارح في سوفيتش اللي شفناه بيلعب نادال وبيحرجه وبيكسب منه المجموعة التانية، وكان عامل له بروك في المجموعة التالتة وخسر بصعوبة، ده جاي يلعب إن شاء الله في القاهرة. هنأدي أداء كويس إن شاء الله، والنتيجة طبعا بتاعت ربنا، بس طبعا الأداء اللي يعني صعبة جدا مع فريق زي المجر. ده واحدة من النشاطات. عندنا 20 بطولة ناشئين دولية في السنة، احنا تالت بلد في العالم من حيث عدد البطولات الناشئين عندنا اللي هو الجونيور اللي هو من تحت 18 سنة، من 18 ل 13 عندنا 20 بطولة، زائد طبعا البطولات الأفريقية السيركتس الأفريقي اللي هو 12 و 14 سنة. هنا بنقول ده النشاط المحلي، دي أكبر بطولة بنسميها بطولة الجمهورية، ودي المفروض اللي بينظمها الاتحاد، وكان دايما بتتنظم في نادي الجزيرة الرياضي. في سنة من السنين بس أعتقد اتنظمت في وادي دجلة، وفي سنة تانية اتنظمت في نادي الصيد في الدقي، لكن كان اللي بينظمها نادي الجزيرة الرياضي. بس الحقيقة التكاليف السنة دي بتاعت البطولة والجوائز اللي هي عالية جدا، فكنا محتاجين نادي خاص أو نادي برايفت زي بالم هيلز. خد المخاطرة الحقيقة بالم هيلز، واحنا خدناها معاه وعملنا بطولة انا مش عايز اقول الناس كلها بتتكلم وبتقول واحدة من احسن بطولات الجمهورية الاهلية اللي اتعملت على مدار التاريخ. اعتقد الناس كلها سعيدة بالنتائج. البرايز ماني احنا رفعنا البرايز ماني بشكل قوي جدا. المركز الاول كان عندنا في الرجال والسيدات 12000 جنيه، عملناه 30000 جنيه، يعني زيادة 150%. الكلام ده ليه؟ عشان نشد اللعيبة الجامدين اللي هم يلعبوا. من السنة الجاية هتبقى كمان مانداتوري ان عشان اللاعبين يتمثلوا في المنتخبات لازم يلعبوا البطوله دي. الحقيقه بنشكر بالم هيلز على التنظيم الرائع والاداء الجميل اللي ادوه، وبنشكر السايب بتاعكم على التغذيه الجميله دي، وكل سنه وانتم طيبين.